ولا قبل كل شيء على الدرج النهائي صحيح يعني كانت مقابلة كبيرة كما توقعنا النادي البنزرت يعني جاي حافظ على حدوده لآخر دقيقة ونحن زادة يعني كنا يعني حتمية باش نكونوا في النهائي لعبنا مباراة اللي لازم نلعبوها لعبنا والحمد لله توفقنا باش نسجلوا هدف حافظنا عليه ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله في الفينال نكونوا حاضرين اكثر ان شاء الله.